أحسن الله إليكم. المرسل ألف ميم عين من اليمن يقول: ما الحجاب الشرعي للمرأة؟ وهل لبس البرقع حرام مع العلم أنه لا يظهر شيئا من الحاجبين ولا الأنف؟ جزاكم الله خيرا. الحجاب الشرعي للمرأة هو ما يستر جميع بدنها عن الرجال، هذا هو الحجاب الشرعي الذي يستر كامل بدنها عن الرجال، ولا يكون ضيقا ولا شفافا ولا يكون قصيرا ولا يكون فيه زينة عند الخروج ولا يكون فيه تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجال، هذا هو حجاب المرأة المسلمة. وأما لبس البرقع فإذا كان من عادة نساء البلد أو نساء البادية لبس البرقع بشرط أن لا يبدو منه إلا العينين فقط فهذا جائز، لأن هذا هو استعمال نساء هذا المجتمع الذي تعيش فيه. أما إذا كانت تعيش في مجتمع يغطي النساء وجوههن بالكامل ولا يستعملن الحجاب فإنها لا تخالف ولا يستعملن البرقع أو النقاب فإنها لا تخالف ما عليه نساء البلد. نعم، وهذا أكمل بلا شك، أن عدم استعمال البرقع أكمل في الحجاب وأستر للوجه. نعم.